اي مكان. اتحاد الالعاب الترفيهيه الحقيقه عمل اكثر من بطوله في الفتره الاخيره لتشجيع الجمهور على المشاركه، منها بطولات شرعك ملعبك، واكيد كل بطوله منهم او كل مبادره منهم هنتكلم مع ضيفنا العزيز عن كل تفاصيلها، كمان المشاركه في مبادره صيف شبابنا اكيد بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه، ده طبعا غير ان في بطوله مهمه جدا في العريش اقيمت مؤخرا ضمن البطولات المؤهله لكاس العالم. عن انجازات وعن خطط اتحاد الالعاب الترفيهيه منورنا ومشرفنا النهارده الاستاذ احمد البكري رئيس الاتحاد المصري للالعاب الترفيهيه. صباح الفل على صباح الفل عليك وعلى كل المشاهدين وعلى قناه النادي الاهلي. صباح الخير استاذ احمد. وزمان كانوا يقولوا لنا يعني بلاش تلعبوا في الشارع دلوقتي بيقولوا لنا شارعك ملعبك طب نسمع كلام مين؟ يعني والدوله اللي بتقول خلينا نبدا من هنا. احنا المبادره دي احنا فكرنا فيها ان انت عارف الالعاب اللي عندنا كلها هي دي العاب كل الشعب بيمارسها، فاحنا فكرنا بالذات ان الالعاب عندنا ادوات سهله ان هي تتنقل في كل مكان وممكن تتلعب في اي مكان، فاحنا فكرنا المبادره ليه ما ننزلش احنا للناس نبتدي نعمل لهم بطولات نفهمهم اسس اللعب القوانين بتاعتها حسب اللي هي ايه بقى الرياضات دي او الالعاب. احنا بدانا اول حاجه بالضمنه، عملنا نفس القوانين بتاع الاتحاد الدولي اللي بيطبقها، نزلنا في مناطق شارعك ملعبك اول حاجه بدانا فيها في المهندسين، كان فيها حوالي 240 لعيب ولاعيبه، الناس فرشنا في الشارع زي ما الناس بتقول، الناس جت اتفرجت، كان في حتى جمهور كبير اتفرج في القصه دي كلها. دي اول بطوله عملناها، وبعد كده هنعمل حاجه اسمها فوت فولي، احنا عندنا ملاعب فوت فولي صغيره وكبيره، فاحنا هنلعب الميني فوت فولي فيها، هنبتدي نشتغل فيها الفتره الجايه باذن الله. الغرض من شارعك ملعبك زي ما انا قلت ان الناس بتمارس الالعاب بتاعتنا دي كلها على القهاوي، بس طبعا بيبقى معاها عادات صحيه غير صحيه زي مثلا التدخين، فاحنا نزلنا قدرنا ان احنا الناس تقعد 8 ساعات كامله تبتدي تمارس الالعاب دي كلها، مفيش منعنا التدخين تماما، مفيش مشروبات، الناس ملتزمه بالقوانين بالزي اللي احنا قلنا لهم عليه، فدي كانت حاجه كويسه طبعا. لو كنتوا فتحتوا الباب واديتوا مساحه ده عندك منتخب مصر للشيشه وياخد مركز اول مستريح في اي بطوله واي الله انا عاوز اقول لك حاجه، ان احنا عملنا يعني احنا عملنا دي مبادره وفي مبادره ثانيه ان شاء الله تتعمل في القاهره الفتره الجايه، الناس بالعكس كلها فرحان، يعني في ناس بتقول لي بطلت التدخين، يعني في ناس كتير بتقول لك احنا 8 ساعات قاعدين من غير تدخين، في ناس بتقول لك احنا سيبنا التدخين خالص. حجم الاقبال بقى على ممارسه الالعاب دي بشكل شعبي على صعيد الجمهور وصل لفين؟ احنا واصلين لكل فئات المجتمع، يعني احنا هتلاقي دايما عندنا في البطوله هتلاقي اللي لابس جلابيه، اللي لابس قميص، الست، السيده، فكل فئات المجتمع دي. الميزه انت لو شفت عندنا البطولات هتلاقي كل فئات مصر كلها بشكل كامل موجوده في الملعب، موجوده في البطولات دي كلها. فدي طبعا ده الهدف الاساسي، ان الرياضه توصل لكل الناس، وان الرياضه هدف في الجمهوريه الجديده ان كل فئات المجتمع تبتدي تمارسها وتبتدي تشارك. فده هدف طبعا. طيب كلام حلو جدا ومبادره كويسه جدا، انا شايفه توجهات المؤسسات اللي في الدوله المختلفه ان هي تحث على الرياضه دي حقيقه، بس الاقبال مش اسهل حاجه، والفئات العمريه اللي انتوا برضو بتبقوا عايزين توصلوا لها اكيد مش كلها بيبقى نفس التقبل او بنفس الاقبال، يعني استراتيجيز او الخطه الموضوع عشان اوصل لكل الفئات العمريه رجال وسيدات كمان ايه هي؟ احنا بنعمل حاجه اسمها مراكز تدريب، الفتره الجايه هيبقى عندنا حوالي 16 مركز تدريب بالتعاون مع اداره المنشات الشبابيه في وزاره الشباب والرياضه، ان نبتدي نعمل مراكز تدريب الناس نبتدي يبقى عليها اقبال. احنا طبعا بنعمل حاجه ثانيه كمان، ان احنا قبل البطوله ما بنعملها بننزل في المكان نفسه نبتدي نلف على الناس اللي موجوده كلها، يبقى عندنا في تيم ناخد الادوات بتاعتنا في القهاوي وفي الاماكن دي كلها، ونبتدي نوري الناس ازاي تتلعب، ان ايه الغرض من الاتحاد، ايه الهدف من الاتحاد، ايه فكره ان انت توصل منتخب مصر، وبالذات ان الالعاب زي ما بقول لك دي اللعبه الشعبيه الاولى في مصر، يعني الطاوله والضمنه رقم واحد في مصر، فالغرض ان انت ممكن تشوف انت قاعد هو راجل ممكن توصل تبقى منتخب مصر تلعب في كاس العالم. عندكم كشافين منتشرين في اماكن التجمعات واللي هي اغلبها بتكون مقاهي في الحاله دي عشان يكتشفوا الناس اللي هم لعيبه وحريفه في الضمنه. بالظبط كده. فده احنا شغالين على الخطه دي اوريدي، ده غير ان احنا في خطه ثانيه ان احنا نبتدي نعلم الناس ان في اقبال على الالعاب دي، يعني في ناس كتير عاوزه تتعلمها، فاحنا بنبتدي مراكز التدريب هتفيد ان انت الناس دي كلها تتعلم الالعاب دي كلها وتبتدي تمارسها بشكل بس انت سهل ان انت تلوكيت الاماكن اللي فيها ناس مناسبين لرياضات معينه من الموجوده تحت مظله الاتحاد. بالزبط. يعني انت عندك المحافظات الساحليه هتلاقي فيها لعيبه راكت يا نهاوند على اعلى مستوى. بالظبط، عشان كده احنا في الفتره اللي فاتت احنا الاتحاد مش مركزي، يعني دايما الدكتور اشرف صبحي بيقول لنا انتشر في مصر كلها، فانت هتلاحظ ان احنا عملنا بطولات في تقريبا في حوالي 12 محافظه، احنا واحنا مرسى مطروح واحنا العريش واحنا اسكندريه واحنا سوهاج واحنا اسيوط، الفتره الجايه ان شاء الله هيكون في اسوان واحنا البحيره، فاحنا دايما بنروح يعني احنا دايما خطتنا ان انت تروح للناس تبتدي تعرفهم بالنشاط تبتدي توريهم القصه، فالناس الحمد لله في اقبال وفي يعني ناس متفهمه جدا للقصه دي. جميل. طب هو الاتحاد دلوقتي اتحاد الالعاب الترفيهيه بيضم كام لعبه؟ يعني الدومينو وايه تاني؟ الدومينو والطاوله والفوت فولي
والباكت والكولف بول والهيومن فوسبول، دي الالعاب دلوقتي الموجوده في الاتحاد. في حاجه هتنضم طيب في والله المستقبل؟ والله بص احنا الاتحاد بابه مفتوح، احنا دايما العابنا بنركز ان يكون ليها اتحادات دوليه، قوانين دوليه عشان يبقى ليها نقدر نرجع لها، وان دايما يبقى فيها دمج مجتمعي، يعني اي حد يقدر يمارسها، راجل ست مفيش اتحاد هتلاقي ان ممكن راجل يلعب قصاد ست، قليله جدا او مفيش تقريبا، غير احنا الحمد لله الاتحاد الوحيد اللي عندنا في كل الالعاب، يعني باكت هتلاقي راجل مع ست بيلعبوا قدام راجل وست، الطاوله راجل قصاد ست، الدومنه راجل قصاد ست. الالعاب المعتمده على القوه العقليه ما اعتقدش بالزبط. فيها مشكله وحتى الحركيه، يعني مثلا الباكت مثلا لعبه رياضيه لا بيلعبوا راجل قصاد ست، الكورف بول راجل قصاد ست، الفوت فولي نفس القصه. حضرتك كلمتنا من شويه عن شارعك ملعبك، في مبادره ثانيه برضو كنتوا مشاركين فيها او شباب. بيها اللي هي احنا كنا مسكنا سيف شباب. دي كانت عباره عن ايه وفعاليتها كانت دي كان الغرض منها ان انت بتروح في الصيف طبعا الناس كلها بتبقى موجوده في الاماكن الساحليه، فالغرض منها ان انت تبتدي تروح للناس دي في الاماكن الساحليه وتجذب الناس اللي على الشط ان هم يمارسوا الرياضات بتاعتك. فاحنا نزلنا عملتوا ده ازاي بقى؟ نزلنا في اسكندريه مثلا، نزلنا بوفياج مثلا شط اسكندريه، نزلنا قبلها باسبوع مثلا، كان عندنا تيم طلع عرف الناس اللي موجودين مصطفين على النشاط الانشطه بتاعتنا، نزلنا يوم قعدنا يومين تقريبا في اسكندريه او ثلاث ايام. ورد فعل المصطفين كان عامل والله كان اقبال رهيب، يعني انا بصراحه نفسي اتفاجئت الناس كلها، حتى الناس اللي ما بتمارس دخلت جربت، يعني في ناس وستات ورجاله كله قال لك لا نخش نجرب كل الالعاب، اللي جرب طاوله، احنا بنحط دايما الالعاب بتاعتنا كلها في الحاجات المواضيعات اللي زي كده، اساس ان انت عاوز تلعب طاوله تلعب، عاوز تلعب دومنه تلعب، عاوز تلعب فوت فولي تلعب، كوره قدم تلعب، عاوز تلعب كورف بول تلعب، عاوز تلعب باكت تلعب. فدي كان الحمد لله كان اقبال كبير جدا. حلو. طيب دلوقتي يعني الاتحاد المصري للالعاب الترفيهيه معلش نعرف عنه اكتر، هو تحديدا بقاله كام سنه، وفكره ان انت تروح برضو تقنع وزاره الشباب والرياضه وان يبقى في دعم كمان من دكتور اشرف صبحي، ده مش سهل اكيد، اقنعته بشكل ما، وهل حضرتك كان ليك باك جراوند ليه علاقه بالالعاب دي ولا يعني او طبعا بمارسها زي كل المصريين طبعا، لا واحنا قاعدين كده في رمضان في البتاع بالظبط طبعا، غير انا كنت بلعب اصلا كره قدم في نادي الصيد لحد 20 سنه، نادي الصيد اللي في الدقي. طبعا دكتور اشرف صبحي فاتح مكتب لكل الناس، اهم حاجه ان انت تدي له الفكره تكون مخطط لها صح وحاطط لها بلان صح، هو بالعكس بيساعدك وبيساندك بشكل كبير جدا وبقوه جدا، احنا بعدنا عليه الفكره بالعكس، يعني سبب تسميه الاسم اصلا دكتور اشرف صبحي هو اللي اختار الاسم ده وقال لنا ده هيجذب الناس، يعني اكتشفنا هو اي ترفيه بيجذب بالظبط انت بس قول ترفيه فدكتور اشرف صبحي بالعكس داعم جدا للاتحاد، لان انت زي ما قلت للاتحاد انت بتوصل لفئات اصلا كانت بعيده عن الرياضه او كانت بعيده عن المنظومه الرياضيه كلها. بس هو ملابسات وكواليس التاسيس نفسها كانت عامله ازاي؟ فكره ان انتوا تاخدوا قرار ان احنا لا ناسس بقى اتحاد يبقى مظله تحتها مجموعه معينه من الالعاب الترفيهيه. هي القصه اصلا جت ان انا يعني اكتشفت ان في انا كنت بسافر في كذا فتره، يعني اكتشفت ان في اتحادات دوليه للطاوله والدومنه والفوت فولي ولسه مش موجوده في مصر. فاجتمعت وكان معايا مجلس اداره يعني من الناس اللي حابه الرياضه وحابه يعني لسه بقيتنا في الطاوله؟ احنا كاس عالم عاوز اقول لك رقم 20 ينفع كده؟ ينفع لا ما ينفعش والله عاوز اقول لك ان انجلترا واوكرانيا سابقنا في الطاوله اصلا. اوكي. وامريكا في الدومنا. ازاي؟ والله ازاي ما شفتش احنا كنا فاكرين يعني كده والله تبدأ خداعه على كرامتنا احنا الطاوله. طب معلش هم اخدوها مننا؟ هي اصل الطاوله اصل عربي يعني، واخدوها مننا وهم طوروا بيلعبوا فيها، يعني الطاوله اتعمل 18 بطوله عالم لحد دلوقتي، الدومنا اتعمل 19 بطوله عالم. واحنا على مستوى العالم بقى وضعنا ايه؟ احنا اخر بطوله شاركنا فيها يعني حققنا مراكز في المية الاوائل، في لعيبه عندنا حققت في المية الاوائل، ان شاء الله السنه الفتره الجايه عندنا في بطوله في تركيا في شهر واحد المنتخب هيشارك فيها، وعندنا امل ان احنا ناخدها يعني ان شاء الله في الطاوله. هو بشكل عام يعني في كام اتحاد يعني زي الاتحاد المصري للالعاب الترفيهيه، في كام اتحاد اخر موازي ليه في الدول اللي حواليه؟ احنا عندنا في يعني في عندنا حوالي تقريبا مينيمم تقريبا حاجه و50 اتحاد، من حاجه و50 لحاجه و60 اتحاد، وبيشملوا نفس الرياضات، نفس في العاب يعني يعني هي مجزمه، في العاب نفس الرياضات وفي اتحادات منفصله لوحدها، بس في لعبتين ان شاء الله مرشحين يخشوا اولمبياد 2028، الدومنه والكولف بول. اوكي. احنا بنتفرج طبعا على يعني لقطات دي مبادره سيف شباب في اسكندريه، في اسكندريه ستانلي كانت في البوفيج اوكي في البوفيج. حلو يعني المكان حلو قوي كمان، اختيار المكان ده يعني رائع بصراحه. طب ايه الصعوبات اللي بتواجهكم في تنفيذ الخطه اللي انتم مجهزينها للسنوات اللي جايه؟
احنا هي الصعوبات شويه ان انت في ناس ما بتبقاش متقبله قصه اول حاجه ان انت مثلا التدخين دي بتبقى صعبه شويه. الناس اللي انت عارف تبتدي تتقصب عليهم ان انت لا ما تدخنش. طبعا بيبقى في احداث ساعات خارجه عن ارادتنا. ما تدخنش ان جنرال ولا ما تدخنش وانت في طول ما البطوله شغاله ما تدخنش وقت الفعاليات. وقت الفعاليات ما بتشربش وعايز كمان يدخن وقت الفعاليات بعد الدومينو والشيشه عشان يعرف يقرص وطاوله هيقرص ازاي من غير ما طبعا. بس دي يعني دي تقريبا السلبيات. احنا تقريبا ما فيش الحمد لله الدوله بتساعدنا بشكل كبير جدا. يعني احنا واحنا عملنا بطوله في العبيش كانت اول بطوله رسميه تتعمل تقريبا من 20 سنه. وكان فيها الميزه ان كان فيها دمج ما بين المحافظات. يعني احنا جايبين 200 لعيب من المحافظات المختلفه و200 لعيب من العبيش. طب وانتوا بتدعوا او بتنشروا الالعاب الترفيهيه دي في محافظات مختلفه ممكن يبقى من ضمن ردود الافعال اللي ممكن توصل لكم من قبل الاهالي تحديدا الاب او الام اللي ابنهم جاي يقول لهم مثلا عايز ادخل العب طاوله. تمام. فهم بالنسبه له يعني بالنسبه لهم يعني دي مش رياضه بالنسبه لكتير من الاهالي. تمام. كثقافه مجتمعيه في حاجات مش متصنفه رياضه على فكره. والشطرنج شخصيا في ناس شايفه ان هي مش رياضه طالما مش حاجه بدنيه مش بيعترفوا قوي بالرياضات الذهنيه. فممكن اباء وامهات يوجهوا اطفالهم ان هم يمارسوا الرياضه بشكلها الكلاسيكي المتعارف عليه من غير ما يلعبوا الالعاب الترفيهيه دي. احنا طبعا دور الاعلام مهم معانا بالفتره اللي فاتت دي ان كان في تسليط ضوء كبير على الاتحاد وعلى الانشطه بتاعته وبالذات ان الطاوله اصلا ان انت لو بابا عاملين لها كتب يعني الطاوله والضمنه ليها كتب وايه تستفيد منها ازاي والخطط بتاعتها يعني ليها علم كبير جدا. الالعاب الثانيه زي الفوت فولي والراكت طبعا ما فيش مشكله عليها لان الناس دي رياضات اصلا بتمارس بشكل بدني والكورف بول نفس القصه. هي الطاوله والضمنه بس انا زي ما قلت لحضرتك احنا شغالين الناس الاهالي دايما بتشوف ابنها مثلا لا ابتدى يبطل تدخين ابتدى الاتحاد مثلا منتشر الكلام ده كله طبعا بيفرق مع الاهالي. والاعلام طبعا في تسليط ضوء كبير جدا الفتره اللي فاتت عن الاتحاد. هو مؤخرا ابتدينا نسمع اكتر في جوائز في تحفيز في جوائز ايه بقى؟ يعني احنا كان في بطوله كنا عاملينها كانت الجوائز بتاعتها 60,000 جنيه. دي كانت في احد المولات ودايما احنا دايما بيبقى في جوائز لا ماديه لا عينيه. يعني مين يعني في سبونسرز هم اللي بيبقوا بيجيبوا الجوائز دي ولا مين مسؤول عن الجوائز؟ في سبونسر بيبقى معانا في البطولات. في كان فتره فاتت كذا حد سبونسر دخل معانا في الاتحاد والوزاره طبعا بتدعم بشكل كبير. كويس ان انتوا لقيتوا سبونسرز لان في اتحادات رياضيه وقديمه قوي وفيها رياضات حتى قتاليه في بعض مش لاقيين حد يدعمها. ما انت عشان انت برضه في الاول في اخر الاتحاد بتاعك انت بتروح للناس انت بتروح لاماكن تجمعات الناس. انت الاتحاد بيضم كل فئات المجتمع. انت كسبونسر هتلاقي انت معظم التكلفه بتروح في بند الادوات التنفيذ والادوات لان انتوا برضه معظم الرياضات دي مش محتاجه تكلفه قوي يعني. لا في حكام انت النهارده بتشتغل على حكام انت عندك 300 حكم في الاتحاد النهارده معتمدين في الاتحادات الدوليه فده برضه كوست عليك. التجهيزات نفسها دلوقتي بقت كوست كبير جدا على ان انت تاخد مكان قاعه الحاجات دي كلها طبعا بس ممكن كوست. تمشي باتفاقيات مع المكان ما هي بقى بتحاول يعني انت بتحاول تمشيها كده انت تحاول تمشيها باتفاقات مع الناس كلها. بس انت دايما السبونسر بيبص ان انت عندك في البطوله هيخش عليها راجل الكبير الصغير الصغير موجوده ذوي الهمم موجودين بيلعبوا في نفس الوقت فانت ضامن فئات المجتمع كلها فاي سبونسر هيلاقي احسن من كده. هو جايب صحيح الشرايح كلها. طيب هل مثلا يعني بتشوفوا ان ده فير لان ممكن الناس تيجي تقول لك يعني انت تلعب راجل عنده مثلا 70 سنه مع ولد عنده 20 30 سنه مش فير في بعض الالعاب. هل ده الكلام ده بيحصل ولا انتم مالهاش علاقه الاعمار السنيه تماما؟ لا في العاب في اعمار سنيه يعني الالعاب البدنيه طبعا عاملين لها اعمار صناعيه زي الراكت زي الفوت فولي زي الكورف بول يبقى ليها اعمار سنيه منفصله خالص. في بطوله رواد رجال سيدات ناشئين ناشئات بواعم دي كلها ليها لوحدها. الطاوله والضمنه طبعا لا مش فارقه مش فارقه كده كله بيلعب مع لا برضه ازاي مش فارقه يعني الراجل اللي عنده 50 60 سنه على القهوه بيلعب دومينو بيلعب وهو مغمض عينيه ومش زي برضه الشاب الصغير. والله عاوز اقول لك حاجه احنا هتلاقي الاول عندنا تقريبا نسبه مثلا 30% منهم 40% منهم شباب. أوكي. يعني مثلا الثالث على الجمعيه الناس ما عدتش لاعبين الالعاب دي الناس بتمارسها بشكل كبير جدا. يعني دايما انت تنزل على القهوه الشباب من اول 14 سنه 15 سنه يبتدي يلعب مع اصحابه دوما وبالذات ان طبعا دلوقتي كمان ان بيلعبوا ساعات الكتروني على الالعاب دي كلها فطبعا كل ده طبعا خلى الناس بالعكس عندها باك جراوند كبير جدا. هو عموما اكبر انجاز اتحقق في الاتحاد لغايه النهارده في اي لعبه منهم على المستوى العالمي كانت ايه؟ هي كانت الضمنه. كانت الضمنه احسن ترتيب توصلنا له من ضمن المائة الاوائل. بس ان شاء الله خطتنا السنه الجايه باذن الله بالذات ان قاعده الممارسه عندنا زادت الفتره اللي فاتت ان احنا نبتدي نوصل ناخد بطوله عالم باذن الله. هل
اللي هم ستات البيوت وصلت لهم شاركوا في حاجات زي كده. خلي بالك في فئه كبيره من السيدات دول ممكن يكونوا كانوا بيشتغلوا بطلوا شغل او كبروا في السن او غيره، ما عندهمش حاجه قوي في حياتهم تشغلهم، فدي ممكن تبقى يعني نقطه كويسه. احنا عندنا الخامس على الجمهوريه سيده ربه منزل، وعندنا في الطاوله، وعندنا السادس والسابع في الضمنه ربه منزل. فلعب حقيقي النقطه اللي بتتكلم عليها فعلا مهمه ليه، لان كمان حتى منهم اللي بيفكر يلعب يمارس رياضه ممكن ما تبقاش متاحه ليه قوي يلعب رياضات اللي هي العاديه التقليديه، فدي مقدور عليها، فهو ده عنصر جذب ليهم فعلا. بالظبط. واحنا كمان ان انت ميزه ممكن اعمل لك مثلا بطوله ضمنه وبطوله فوت فولي للاطفال يلعبوا في نفس الوقت. أوكي. في بطوله باكيت مثلا في نفس الوقت، فانت هيبقى عندك فرصه انت تمارس رياضه واولادك بيمارسوا رياضه في نفس المكان في نفس الاريا، فده اللي احنا بنهدف ليه دايما. عارف لو عملتوا بقى كومبيتيشن يعني مسابقه مره زوج وزوجه مثلا، يعني يبقى ده يعني اعتقد هتبقى لذيذه. احنا عملنا واحده فوت فاميلي، فوت فولي فاميلي مثلاً. يعني ولي الامر وابنه، وليه الام مثلا وبنتها او العكس، يعني ايا كان كان ميكسات، كانت كويسه جدا، كانت في رمضان، كانت علاقه اقبال كبيره. حضرتك نورتنا وشرفتنا وبتمنى لك يعني كل النجاح ان شاء الله الفتره اللي جايه. شكرا لك جدا وسعيد جدا متواجد على القناه. واحنا كمان وان شاء الله لو في فعاليه اخرى يعني سواء في اسكندريه او غيره ممكن نبقى نيجي ككاميرا 10 الصبح. خلاص ده وعد كده خلاص. ولو يا ريت لو في اسكندريه يعني. خلاص طب تيجي تلعبوا بقى كمان لو سمعنا. احلى واحد وسفر بالمره. احنا عندنا واحده ان شاء الله فعاليه ان شاء الله الفتره الجايه في اسكندريه يوم 25/11. تشرفونا بقى وتلعبوا. لو متواجدين في مصر اكيد والله ممكن جدا. شكرا جدا يا استاذ احمد.